عندما أكون أنا وأنت نكون أجنة في أرحام أمهاتنا، مجرد أن يمر 120 يوم 4 أشهر ويكتب لكل واحد فينا ذكرا كان أم أنثى عمره ورزقه، انتهى الموضوع. لا في نقطة أو شيء يزيد في هذا العمر ولا شيء ينقص من هذا العمر، لا بالطريقة ولا في الوقت ولا بالوسيلة. الشيء الوحيد الذي يطيل العمر حتى إن ملك الموت لا يكتب عنده هذا الموعد هو البار بوالديه. البار بأبوه وأمه هو الشيء الوحيد اللي يطيل العمر، وملك الموت يكتب له أن فلان يموت يوم كذا وينزل ليقبض روحه، ولكن رب العباد يأمره ألا يقبضها فيتعجب، لأنه هو تقريبا معه دفتر، إذا يعني جاز أن نفكر ببساطة أكيد معه في ذاكرته أو وسيلة التذكر التي عنده، عنده أسماء اسم فلان في المكان الفلاني في الساعة الفلانية بالطريقة الفلانية، سواء يموت فرد أو تموت جماعة، منزل ينهار، طائرة تحترق، سفينة تغرق، زلزال يحدث، باخرة سبحان الله، حرب، معركة. بهذا المنطق كل يموت على الطريقة التي كتبت له، خلاص. فملك الموت يتعجب، لقد حان حينه، يعني هذا الإنسان الحين الموت بتاعه موجود عندي، وكأن رب العباد يقول له لقد كان بارا بوالديه فأعطيناه علاوة رضا، أعطيناه علاوة رضا، يعني الله رضي عن فلان لبره بأبيه ولبره بأمه فيزيد العمر. لا اسمع الحديث، لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يطيل العمر إلا بر الوالدين. الدعاء الذي أحيانا يدعو بعضنا لبعض، روح يا شيخ ربنا يطيل لنا في عمرك، هذا دعاء غير مطلوب، ما طلب أحد من الصحابة هذا الدعاء، لكن ربنا يبارك لنا في عمرك. إطالة العمر ليست إلا عند الله عز وجل، مش حدث واحد يطول عمره ويبارك في عمره، البركة في العمر. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم فوجد أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجه الكريم تقول اللهم أطل لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبا سفيان وعمر أخي معاوية. قال يا أم حبيبة طلبت آجالا محدودة وأنفاسا معدودة، ألا قلت اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبا سفيان وعمر أخي معاوية؟ إذن القضية طول العمر أم البركة في العمر؟ البركة في العمر. الإمام شرف الدين النووي رحمة الله عليه اللي هو صاحب رياض الصالحين مات وهو ابن 34 سنة، وجاءت أمه تأخذ ما ترك من كتب، فحملت إلى بلدها وقر بعيرين من المؤلفات اللي ألفها هذا الشاب العجيب في التاريخ كله. الإمام شرف الدين النووي ألف كتب حملها بعيران. طب بالله عليك لو عاش ل54، طب ل74، ده فيه ناس تأتي إلى الحياة وتعيش ردحا من الزمن وما تركت شيئا.